ذكر المصنف رحمه الله تعالى أدبا آخر من آداب العالم مع طلبته وفي حلقته مطلقا، ومحصل ما ذكره رحمه الله تعالى أنه ينبغي للمعلم أن يذكر للطلبة قواعد الفن التي لا تنخرم، لأن معرفة قواعد العلوم تعين على ضبطها وتمكن النفوس منها، وأما معرفة شوارد المسائل فهذا لا ينتهى به إلى مآخذ الفن وأواخره، وإنما ينتهى به إلى تلك المسائل فقط. ولأجل هذا اهتم العلماء رحمهم الله تعالى بقواعد العلوم، وذكروا أن الأخذ الأمكن للعلم يكون بإتقانها فوق إتقان المسائل، ومن ذلك ما أشار إليه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى في مقدمة منظومته في قواعد الفقه إذ قال: وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيها آخرة، لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا. فأخذ العلم من قواعده مما يعين على ضبطه، وإن من إتقان الطلبة للقواعد تعريفهم بها، سواء تلك القواعد التي لا تنخرم أي لا يتخلف من أفراد الكلية فيها شيء، فإذا قيل مثلا كل مبتدأ مرفوع فهذه قاعدة لا تنخرم أبدا، أو تلك القواعد التي تنخرم بتخلف بعض أفرادها، وذلك التخلف هو الذي يسمى بالاستثناء، ومنه ما يذكره الفقهاء في قواعدهم من استثناء مسائل منها، وهذا التخلف لا يقدح في كون ما ذكروه قاعدة، كما بيّنه الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات، فإن تخلف بعض أفراد الكلية لا يقدح في كليتها، فإذا خرجت بعض الأفراد عن مطلق القاعدة لم يكن ذلك قادحا فيها، بل تبقى قاعدة وإن سميت أغلبية. ولذلك وصف المصنف رحمه الله تعالى القواعد بقوله: إما مطلقا أي قاعدة مطلقة لا يتخلف منها شيء، أو غالبا أي قاعدة أغلبية تتخلف منها بعض الأفراد. وذكر رحمه الله تعالى تمثيلا على ذلك مما لا ينخرم مطلقا، قال: كتقديم المباشرة على السبب في الضمان، أي عند الشافعية. والمراد بالمباشرة عندهم إيجاد علة الإتلاف والإهلاك، والمراد بالسبب إيجاد ما يحصل به الهلاك، فمن حفر بئرا مثلا فإنه أوجد سببا فقد يسقط فيها من يهلك، ومن دفع أحدا في تلك البئر فهو المباشر للإهلاك، فيقدم المباشر على المتسبب الذي حفر البئر، وهذا معنى قولهم كتقديم المباشرة على السبب في الضمان. وربما تكون القاعدة أغلبية كاليمين على المدعى عليه إذا لم تكن بينة، فإن اليمين يحكم بكونها على المدعى عليه إذا لم تكن بينة في غالب المسائل، إلا في القسامة، والقسامة أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، وهي تكون على أولياء الدم المدعين أن أحدا قتل فلانا منهم، فإنهم هم الذين يتقدمون باليمين. كما يذكر لهم أيضا المسائل المستثناة من القواعد، كقوله أي قول فقهاء الشافعية: العمل بالجديد أي في مذهبهم من كل قولين قديم وجديد، أي عن الشافعي رحمه الله تعالى، فإن الشافعي له مذهب قديم كان في العراق ومذهب جديد في مصر، والعمل عند الشافعية بالقول الجديد، إلا في 14 مسألة مقيدة عند الشافعية، فيذكر لهم تلك المسائل التي بقي العمل فيها على القول القديم. ومن جملة ذلك أيضا كل يمين على نفي فعل الغير فهي على نفي العلم، إلا على من ادعي عليه أن عبده جنى فيحلف على البت على الأصح، ففي سائر صور هذه المسألة يكون الحلف على نفي العلم، وأما في هذه المسألة ف
فيكون الحلف على العلم بالنفي، فمن ادعي عليه أن عبده جنى فإنه يحلف بأنه يعلم أن عبده لم يفعل ذلك، بخلاف الأول فإنه من نفي العلم والثاني من علم النفي. ومن ذلك أيضا أن كل عبادة يخرج منها بفعل منافيها ومبطلها إلا الحج والعمرة، فإن فيها إما كفارة وإما أن يبطل حجه ويتمه ثم يقضيه من السنة القادمة كما هو معروف في محله. ومن ذلك أن كل وضوء يجب فيه الترتيب فهو فرض من فروضه، إلا وضوءا تخلله غسل الجنابة بأن يغتسل الإنسان للجنابة ثم يتوضأ في أثنائها، فحينئذ لا يجب عليه الترتيب في وضوئه لأنه منغمر في العبادة الكبرى وهي غسله من الجنابة وأشباه هذه المسائل. ويبين ما أخذ ذلك تقعيدا وتأصيلا ليعرف الآخذ عنه منزع هذه المسألة.